ثانية. نورنا طلعوا. لا لا خلي الدريشة فاتحة، تعال اجلس هنا. ركان علم اخوك ايش قلت لك. ايش قال لك؟ قال خلي الجمهور يجيب لنا النقاط. كل الجمهور تودك ان الجمهور يعطيهم نقاط؟ ايه. تحبهم انت؟ ايه. خلاص قل للجمهور، شوف الكاميرا هنا. اي خاطب الكاميرا عادي. اي ممكن يخصم علي. لا لا. تعال. اجراءية صح. متابع جيد. يلا رك تعال هنا 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 تعال هنا. تعال هنا. يلا ننظر الكاميرا وقل لهم. قل يا جمهور طلعوا ريان ونواف. يا جمهور طلعوا ريان ونواف. بس بشرط. ها. يقعدون بالحر. خلاص بنقعد. طب احنا بنقعد. احنا قاعدين بالحر يا ادري. خلاص خلنا نطلع كلنا. والله انا خشم ابو اذا تبغون تطلعون 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 بدون مكيف. بدون مكيف؟ اجيب ايش بطل؟ ينك ركان. اي تدري انك سمعت عاقبة ركان. ايش رايك تسالهم اسئله انت واذا ما جاوبوا تحكم عليهم؟ عليهم مثال بس. ايه احكي يلا اسال سؤال ريان. اذا ما جاوب لا لا خلاص علمتكم الحين. صح قبو. ما سمعتك قبل شيء. يلا اسال. شواشة بس. شواية؟ شواشة. شواشة هذه اسم ناكتك هذه. ايه. شفت كيف جاوبت صح؟ قل ما هو سؤال. لا لا لا. ما علمكم قبل شوي. يلا اسال اسال سؤال اسال سؤال. يا اخي. ما عندك اسئلة؟ الا. يلا اسال. شو اسمه ابوي؟ يا ابوي ما اقري. يلا عد الى عشرة، إذا ما جاوب تحكم عليه. تعرف؟ يلا عد. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة. أنت ركان ولد من؟ من المعلم؟ محمد. كفو! أدري، سامعني قبل شوي من أقول الشيء. لا بس أكثر الناس اسمه محمد. خطأ، أنت اسم أبوك محمد؟